عليك صلى ما شاء الله عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع حضراتكم بنستمر في حلقة وفقرة مميزة جدا في صباح دريم. امبارح قابلنا حضراتكم مع فرقة أعلام المصطفى بنات، والنهاردة كملنا برضو مجموعة تانية، وقلنا نسجل لحضراتكم الفقرة دي عشان تستمتعوا بأصواتهم أكتر وأكتر. منورني مؤسس الفرقة صلاح أحمد، مؤسس فرقة أعلام المصطفى. صباح الفل يا صلاح. منور. صباح الفل عليك يا أستاذة كسرى وعلى كل جمهور قناة دريم وبرنامج صباح دريم، وكل سنة حضرتك بخير والشعب طيب. المصري كله بخير يا رب. وانت بالصحة والسلامة وبخير ان شاء الله. قولي بقى، مجهزين ايه لرمضان وهتعملوا ايه اليومين اللي جايين؟ والله هو فرقة علام المصطفى دلوقتي مستعدة استعداد كامل لشهر رمضان ان شاء الله. في عندنا مجموعة من الحفلات، مجموعة من النوادي، وفي عندنا برضه سجلنا مجموعة من اللقاءات التلفزيونية والإذاعية، وبنجهز بقى لأكبر حدث خاص بفرقة علام المصطفى بسيد الصاوي في قاعة الحكمة إن شاء الله. هنكون هناك يوم 12/6 اللي جاي في العشر الأخير لأواخر من رمضان إن شاء الله. هنحتفل بليلة القدر، وهيكون ده الظهور الأول لفرقة شباب أعلام المصطفى بسيد الصاوي، والظهور الأول للبنات في ساحة الإنشاد الديني، وهيكون الحفل بيجمع بين الفرقتين إن شاء الله.
هيحضروا كم كبير جدا من الضيوف الشرف في مجال الانشاد، وفي نفس الوقت ان شاء الله هتغطيه برضو مجموعه من القنوات والاذاعات باذن الله. ان شاء الله. قول لي انتوا دلوقتي كام واحد بنات وولاد في الفرقه؟ احنا عندنا الفرقتين، هو طبعا احنا عندنا ناس اساسيين وفي ناس متدربين، لان في ناس بتسمع عن فريق اعلام المصطفى وبيكون عندهم يعني عايزين هوايه ان يلتحقوا هم يعني. يتعلموا انشاد، وخصوصا ان هم شايفين ان فرقه اعلام المصطفى فرقه متميزه. يعني الحمد لله بعد اللقاء السابق مع حضرتك بالنسبه للبنات، مولانا الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين بنفسه اعتمدها فرقه رسميه في مصر، فرقه البنات، ما وقال شاء ان الله. هي يلا وشنا فرقه حلوه يا بنات اهو. واثنى عليهم ثناء حسن، فناس كتير جدا كانت حابه انها تتدرب. فاحنا عندنا بنات اساسيين 9 بنات، وعندنا بنات متدربات يعني حوالي 5، وعندنا الشباب برضو 9 افراد شباب، وعندنا حوالي 6 شباب متدربين في الفريق. قول لي بقى ان شاء الله باذن الله يعني معظم الناس اللي موجودين معاك مكملين في التراك ده او في الخط الانشاد الديني، ولا بالنسبه لهم هوايه؟ هو في ناس من اللي موجودين واقفين دول كانوا واخدين الموضوع هواية، وكانوا واخدين الموضوع عادي، اللي هو بيتعلموا وبينشدوا وفي نفس الوقت بيغنوا بره، مفيش مشكلة، عادي جدا. بس بصراحة يعني ولله الحمد، مع أول وتاني مرة حضروا فيها بروفات فرقة أعلام المصطفى وانضموا بشكل رسمي للفريق، اعتمدوا نفسهم منشدات وحبوا أصلا إن هم يكونوا منشدات، وحبوا الإنشاد الديني جدا، وخصوصا إن فرقة أعلام المصطفى ما بتشتغلش إلا كل جديد وبتشتغل بشكل مختلف جدا الحمد لله يعني، وده بشهادة كبار المنشدين في مصر، ويعني لله الحمد في كل الأحوال الحمد لله من توفيق بص ربنا انت علينا. مجتهد ما شاء الله عليك، ربنا يبارك في حضرتك. وطبعا بفكر حضراتكم من صلاح، انت في سنه كام دلوقتي؟ انا ان شاء الله دعيلي بقى بتخرج السنه دي بكالوريوس اعلام جامعه الازهر قسم اذاعه وتلفزيون ان شاء الله. يعني صلاح شاب مصري مجتهد، صوته حلو، بدأ بدري وحط الكارير بتاعه بدري، وما اقتنعش بس انه مجرد بيتخرج من الجامعه ويبحث عن وظيفه، لكن قرر انه يستفيد من موهبته، جمع حواليه شباب وبنات زي الورد وزي الفل اللي حضراتكم شفتوهم ربنا معانا يبارك قبل لك يا رب. كده، ربنا واللي يبارك كنا في برضو حضرتك. نقطه انطلاق ليهم في اكتر من حاجه، والبنات الحلوين اللي منورينا. ده نموذج فني وابداعي واقتصادي ونشاط في كل حاجه، النهارده موجود معانا وبرضه هنفضل مسلطين الضوء عليه. سجلنا ربنا يبارك لحضراتكم لحضرتك يا رب، الفقرة دي، وبشكرك نورتني يا صلاح ربنا يبارك ونورتوني يا لكم. بنات، صباح يعني الفل عليكم. النهارده معانا كمان ياسمين ورقية، ياسمين المحمدي ورقية ابراهيم موجودين في التسجيل. منورنا وصباح الفل عليكم، نورتوني. ربنا يبارك هسيب لحضرتك. حضراتكم بقى وان شاء الله اقابلكم بكره على خير، لكن اسيبكم تستمتعوا بحاجه تانية من فرقه اعلام المصطفى. هتسمعونا ايه بقى؟ هنقول القصيدة المقبولة من بيات الري اللي صلي يا رب وسلم، اللهم صل على النبي صلى عليه الله عليه الصلاه وسلم. والسلام. يلا بينا، يلا بينا. اتفضل يا عم. صلي يا ربي وسلم عالنبي خير البرية، صلي يا ربي وسلم عالنبي خير البرية. هذه الدنيا كساء، اجعلي الأمال ضاع، هذه الدنيا الدنيا كساء، اجعلي الأمال ضاع، اشتري خيرا النبي خير البرية، صل يا ربي وسلم النبي خير البرية. خير خلق الله، الله طه مثل شمس في ضحاها.
علي.